سعادة كبيرة بتعيشها الفنانة رنا سماحة بعد حصولها على جائزة بيج أبل ميوزك أوردز. كاميرا عرب وود قابلت رنا سماحة في لقاء حصري للبرنامج بعد حصولها على الجائزة، وكلمتنا كمان عن الكواليس المصاحبة لاستلام الجائزة. الجائزة اللي أنا أخدتها في البيج أبل ميوزك أورد كان بالتصويت، فكان في تقريبا سنة كاملة في تصويت من الجمهور شغال على السوشيال ميديا وكمان بالاس ام اسز. فطبعا انا الادمنز عندي متابعين التصويت اول باول وبيقولوا لي اول باول الاخبار ايه والدنيا رايحه فين، لحد ما لقيت اداره المهرجان بيكلموني وبينسقوا معايا بقى ازاي هسافر وهبقى فين والدنيا دي كلها، وما كنتش عارفه ان انا كسبت لسه، لحد ما اعلنوا ان انا كسبت. طبعا كنت مبسوطه جدا، جائزه كبيره ومهمه، مهمة ومفيدة بالنسبة لي في بداية طريقي ان انا افوز بجائزة عالمية كبيرة زي بيج أبل ميوزك أورد، خصوصا ان هي جاية عن طريق جمهور كمان. ده ما فيش في بالي من يوميها الا صورته، ما بقتش بقدر ان اعيش وما جيبش رنا سماحة بنت برنامج المواهب ستار اكاديمي، يا ترى بتعتبر الفضل في نجاحها بيرجع لستار اكاديمي ولا لمجهودها الشخصي؟ ستار اكاديمي بيدي لأي حد بيدخله شهرة، بس الشهرة دي يا تكمل وتستمر وتكبر يا اما تفضل زي ما هي يا اما تختفي خالص. فلو الفنان مشتغلش على نفسه وقدم حاجة للناس اللي بتحبه مش هيفضلوا معاه. انا من اول يوم خرجت فيه من ستار اكاديمي لحد النهارده انا كل يوم بحاول ان انا اعمل جديد واقدم جديد وبشتغل على نفسي طول الوقت، فيمكن ده سبب رئيسي من الاسباب اللي مخليه ناس جنبي وبتساندني وبتدعمني لحد دلوقتي، يخليهم في مسابقه كبيره زي البيج أبل ميوزك اوورد يصوتوا لي ويثقوا فيا، فهي تتابعات يعني. كمان كشفت لنا رنا سماحة عن دعم نجوم الغناء ليها، وهنشوف هتقول لهم ايه. الحمد لله سعيدة ان انا كنت حاسة من كل النجوم الكبار دول ان هما بيعملوا لي بوش، بيشجعوني، حلو ومبروك وربنا يوفقك وركزي في اللي جاي، انت ماشية كويس وماشية صح. ده كله بيفرق معايا جدا معنويا وبيحملني مسؤولية ان انا ايه اللي جاي، دايما ايه اللي جاي، هنعمل ايه بعد كده. هيفا قالت لي ما تسمعيش لحد وانت ماشية صح، ماشية كويس، ما تخليش حاجة تأثر عليكي واستمري زي ما انتي. من ناحية تانية بتصور حاليا الفنانة رنا سماحة مسلسل النص التاني من بطولة انتصار وحجاج عبد العظيم ومها بعوف ومصطفى بسريع وسامي مغاوري، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد والسيناريست أحمد صبحي. مسلسل النص التاني من تأليف أحمد صبحي وإخراج أستاذنا وائل فهمي عبد الحميد، مسلسل بطولتي ومعايا مصطفى أبو سريع، معايا كمان فنانة انتصار، فنانة مها أبو عوف، أستاذ حجاج عبد العظيم، أستاذ سامي مغاوري، مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من النجوم الكبار برضو موجودين معانا. مسلسل اجتماعي كوميدي فيه مزيكا وفيه غنى وفي استعراض، وأنا سعيدة جدا بالتجربة دي متفائلة بيها خير إن شاء الله. كمان كشفت لنا رنا عن الشخصية اللي بتقدمها في المسلسل، تعالوا نشوف هتقول لنا إيه. أنا اسمي جميلة في المسلسل، جميلة فيها من شخصيتي كتير، فمش حاسة أنا بعت مجنونة، عنيدة، عندها طموح ودمها خفيف. أنا سعيدة بالدور جداً وحاسه ان ده الدور اللي انا مستنياه، يعني حاسه ان هو ده الدور اللي هيفرق معايا ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. المسلسل هيتعرض مع بدايه شهر يناير وهو 90 حلقه، لكن تصويرها المسلسل ما منعهاش من استكمال مسيرتها الفنيه في الغنى. انا شغاله على البومي زي ما انا الحمد لله بحاول اوفق بمواعيد التسجيل ومواعيد التصوير بتاعه المسلسل، وان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اكملها على خير، يعني احنا بقالنا اسبوع اهو بادئين التصوير ولسه مكملين.